هذا نقدر نقول برغي، وهاي صمونة. هذا ممكن ينفصل عنها. شلون الرجعة؟ بس رجعة بمكانه ونضب هذا عليه. هذا يصير باتجاه البكل دائما، يعني ما نخليه من جهة اللينجوا، ما نخليه من هنا، نخليه وين؟ بكل. كبرنسبل هو بكل. اكو نوعيات تيجي لينجوال وممكن هذا نخليه لينجوال، بس هذا انه علميا وين يصير؟ بكل. من راح تشتغلون كله بكل، يكون بهذا الاتجاه بكل مو من نانا. ليش؟ حقق بلعوا البيشن في طب وذا تخلون، فلازم من نانا شايفيه دائما يطلع من حقيقي. هسه قلنا هذا الوينج وين يصير باتجاه منه؟ اتجاه الجنجيفا ميزيالي. عندنا هذا التوث لازم شلون يصير؟ هيج. ليش هيج؟ هذا راح يكون وين؟ باتجاه الميزيالي الوينج. وهذين طالعات وين؟ بكر. احنا راح نقعده هيج، فعلى مود يصير بكر. وين نخلي هذه السلوت اللي تشوفوها؟ هذه السلوت نخلي بيها البوند، هاي واضحة، وبهذه السلوت هاي، وبهذه السلوت فاحنا طبقة قاعدة هنا بهذه السلوت خلينا ورا ما تخلوه راح تلزموه هيك، تلزمون البوند. شو تضبون اول شيء؟ هاي لو هاي؟ هاي راح نضب هاي. صار بي هذا البند صار ثابت بعد ما يتحرك، واضحه. هسه جيت اريده قاعده اصغر من السن، شوفوا ما يبغى. شو نسوي؟ نرجع نرخي هذا ونسحب شوي. ترجعون شو تسوون؟ تضبون. هسه صار تقريبا على قد التوب. هسه قعد لازم من تقعدون الباند، الباند اعلى من جهة البوكس 1 إلى 2 ملم. يعني من انا هسه تشوفوه كلكم اعلى من التوب من جهة البوكس، من جهة البوكس ايش يصير؟ اعلى من التوب 1 إلى 2 ملم. واضح؟ هسه من قعدنا تخلون اصبعكم هيك في سبيل هذا الثابت، شو نضب هذا لو هذا؟ تبين هذا راح نضبه. نضبه الان بعد انه صرت ما بي حركه البان. هسه هذا بعد ما بي مرات اذا ما تصير عندكم كونتاكت ويا الجسم بالبرنشر تعدون عليها، بس يشوف هذا اذا ما صار كونتاكت بالبرنشر تعدون. وراها شو نخلي؟ فوزر. لا وجه فوزر. خلي الوجه. شنو فائدة الوجه؟ يثبت ما تكسبونتر ها؟ بعد الاوفر ويج مال الامالجام ما تطلع على مود، ما يصير عندنا اوفر هانج، ما تصير جنجايفل اوفر هانج. اذا صارت اوفر هانج جنجايفل صعب نشيلها. ليش؟ لان ما نشوف جوا الجنجايفل. فنخلي الويج تمنع لنا الاوفر هانج، بالاضافه الى تسوي يعني بريشر على الجسن توث راح تسوي لنا سلايت موفمنت بالكير، يعني سيبوريشن يعوض لنا عن شنو الثكنس مال هذا الباند اللي يخلينا الوجه يكون شكلها مثلث. الوجه عندنا بلاستيك مثل هذه وعندنا وود اللي هي نفس هذه، هاي بلاستيك هذه وود.
بالامالجام دائما نستخدم الوود، بس هذا راح اشرح لكم عليه عم تشوفوا بلاستيك شلون شكلها هسه. مثلث صير مثلثة على مود تشابه شنو؟ الامبريشر. الامبريشر شنو هي تعرفوها؟ في شيء اللي هي هذه بين تو تيث. ان الجنجبال لو كلوزر بصير في شيب، فهذه تكون شكلها همي المثلث. القاعده مال المثلث من قاعدها وين تصير جنجايفال، والابكس مال المثلث او كلوزر على مود نفس الامبريشر شكلها. نقدر نخليها باكل او لينجوال، دائما انه نخليها لينجوال. ليش؟ لان البريشر باللينجوال اكبر من الباكل، بس ممكن نخليها بالباكل. وين الوجه؟ شادو؟ هاي المنطقة السوداء اللي بين البال والثوث هي هذه سبيس. راح نخلي الوجه راح تسد لنا هذه سبيس. هسه بحيث ما خليت وجه اني امشي الجروب، ما راح اطب هنا بين الباند وال... استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.